ثانيا تونس لو تجيب لها كل اللي حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد لن يفلحوا في يعني عليش. في 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 انهاض اقتصادها. عليش. عليش؟ لان الدوله اشتراكيه دايخه وبايخه يحكمها يمين بايخ ودايخ مش فاهم العالم. الدوله عليش علي إيه؟ دوله اشتراكيه 50% من الرواتب 60% من ميزانيه الدوله تمشي رواتب. نص الشعب التونسي يخدم عند الدوله التونسيه ويظل يعيط يقول هي سجنتني الدوله التونسيه. هي تتوكل فيك وتعلم فيك وتدفن فيك وتحزم فيك وترقص فيك وتعملك في المزود وكتضربك بكف تبدأ تحتج. أخدم على روحك، عامل المبادرة الحرة. تونس أمامها نموذجين، نموذجين. إما نفهموا موقعنا الجغرافي ونفهموا بلادنا كما فهمت تركيا وماليزيا، نفهموا نفكوا الشفرة. كل موقع جغرافي فيه شفرة لازم يفكوها النخب متاعه ويفهموا شو تونس شو وين ممكن تتقدم بالجغرافيا متاعها. وإما نمشوا للنموذج البنما، أفتح البلاد وابني بنوك واقبل كل الأموال وحرر الضريبة وحرر كذا وعمل بنما. بنما كانت دولة صغيرة معزولة فقيرة كيفها كيف غواتيمالا كيف نيكاراغوا لأنه جيرانها كيف كوستاريكا. أقل دخل فردي في العالم هي في هذه الدول. بنما كانت واحد مثل في 10 سنوات بنما أصبح الدخل الفردي متاعها 20,000 دولار، يعني ما يوازي أكثر من تركيا وأكثر من ماليزيا ويوازي بعض الدول الأوروبية. إذن عندنا نموذج. احنا تونس ما متحبوش أنتم دولة محاربة ودولة كبيرة ودولة قوية ودولة عندها جيش ودولة ما يحبوش. ما هذا هو لا أعملوا دولة أوفشور تبييض أموال مش تبييض أموال بنما غسل أموال فتح ما هوش تبييض أموال لا تدخل الأموال يا حبيبي رقم تغط فيما بين تبييض الأموال وفيما بين جمع الأموال. راهم مش تبييض الأموال، راهم مش وش هي تبييض الأموال؟ أموال دخلت للبنك أنا باش يجيني البنك. عوائد إجرامية يتم تبييضها مش صحيح. هذيك استثمارات، هذيك أنا ما ندفعش الضريبة، مأمن على فلوسي عندك أنا ما ندفعش الضريبة. كي نحطها في فرنسا ندفع عليها الضريبة ياخذوا منها 30%، إذا أنا ناخذها لهذول اللي يسمى الفرنسيين. ونربح بهم صافي. ماهيش تبييض أموال. نكمل بأي أنت عندك جهاز مخابرات ورقابة راقب الأموال المهربة ما تقبلهاش صافي.